بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف السول فاعل جمعوي، المنطقة اللي تربينا فيها جمعويان واللي تكوننا فيها واللي مارسنا فيها جمعويين لمدة ليست بالقصيرة، منطقة الفداء درب السلطان. فيما يخص الموضوع الذي شغل المغاربة لفترة ما، واللي في اعتقادي الشخصي أنه انتهى الآن بالحكم الأولي على المجني عليه على الجاني عفوا، مدة الحكم كانت 20 سنة، تقيد سجنا نافذا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغاربة ككل هم شعب يصون كرامة أطفاله، شعب كان دائما وسيبقى دائما ضد أي استغلال كيفما كان نوعه للأطفال. وهذا كيحن على واحد مسألة مهمة جدا، هو ينبغي المزيد 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 من الحذر في هذا المجال، مجال تخييم الدرجة الأساس، خاصة وأن هذه الأجسام الغريبة اللي هي في الأصل لا تمت بصلة إلى الجسم التخييمي التربوي الذي يشرف عليه مجموعة من الأطور التربوية التي عرفت معنى هذا العمل التربوي وتطوعت فيه لسنوات وخبرت فيه لمدد طويلة، تدرك جيدا أنه مدرسة بمعنى الكلمة. نعم، بطبيعة الحال ما يمكن كيف ما كان نوع الحكم وكيف ما كانت مدة الحكم لا يمكن أن تشفي الغليل، لأنه فعل شنيع بالقياس لأي حكم ولو يكون فيه حتى 60 عام، إلا أنه تبقى ردع وردع قوي تجاه هاد النشاز اللي مع الأسف الشديد أعطى صورة غير الصورة الحقيقية للمجال التربوي والتخييمي. نعم، بالنسبة للمخيم الأميرة لمريم، هو أولا مخيم تشرف عليه جمعية المخيمات الحضرية بالمغرب اللي تأسست في سنة 1962، وهو مخيم من أعرق المخيمات الموجودة على الصعيد الوطني، حيث أنه مخيم ابتدأ في سنة 1956 ولم تسجل نهائيا وقطعا في تاريخ هذا المخيم وطيلة 67 سنة أي ظاهرة من هذا النوع، خاصة وأن كل الذين خيموا بهذا المخيم أو أطروا داخل هذا المخيم كانوا كلهم من الإطارات التربوية الوازنة في البلاد، كلهم من الإطارات التربوية الذين أخلصوا وأوفوا في عملهم التطوعي بالدرجة الأساس. هذا كيجرنا المسألة أخرى أساسية اللي هي وضعية المخيم الحضري للمريم. نعم، طبيعة الحال احنا عدد المستفيدين إلى بالقياس للمدة اللي اجتسى المخيم هذا، عدد المستفيدين راه تيوصل يناهز أكثر من 500,000 من الأطفال اللي استفدوا طيلة المراحل التخييمية من سنة 1956. الجديد هو انفتحت الجمعية مؤخرا، مشكورة طبعا، انفتحت على فعالية جمعوية جديدة من أجل ضخ دماء جديدة داخل المكتب المسير للجمعية، وقد كنا نحن من بين هذه الفعاليات، كان لنا شرف الالتحاق بالجمعية. تم مؤخرا عقد يوم دراسي بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، كان يوما دراسيا جاء
لرسم معالم الخطة المستقبلية خاصة لسنة لموسم 23-24. تضمنت هذه الخطة ما كانت قد كانت المطالبة فيه، هو أن المخيم سيفتح على طيلة السنة من خلال مجموعة من الأنشطة الدائمة، وقد رسم في الصدد برنامج لذلك. فتح أيضا المخيم على أنه غادي يكون مستقبلا في القريب العاجل، أعتقد شهر مارس أو شهر ماي غادي يكون فيه تكوين يضم جميع الأطر، جميع الأطر اللي كتنتمي للجماعات الترابية اللي كتخيم بالمخيم. أيضا هنالك ترسمت واحد المجموعة ديال الأنشطة من أجل الاستفادة ديال الأطفال المعوزين على طيلة قلت السنة. وأيضا وهذا الجديد هو أنه تمت مجموعة من اللقاءات، مجموعة من المسؤولين على رأسهم، تم لقاء مؤخرا مع السيدة المديرة الجهوية للوزارة الوصية، وقد تم تناول ما يمكن أن يجعل من ذلك المخيم حلة جديدة نهدف من خلاله إلى أن يكون مخيما للجيل الجديد بكل مقومات، بكل الفضاءات الجيدة والمؤهلة من أجل استقبال عدد أكبر من الأطفال، خاصة وأن التحدي الذي رفعته الجمعية بالنسبة للصيف 2024 إن شاء الله هو أن تصل المرحلة التخييمية إلى ما بين 1200 و1400 طفل مخيم. هذه العملية تستدعي بالدرجة الأساس أنه الآن جمعية بصدد مراجعة مجموعة من الأشياء اللي من خلالها كما قلت يمكن أن تدفع وستدفع مستقبلا إن شاء الله، وستدفع في الاتجاه ديال إعادة تأهيل الفضاء، فضاء المخيم كما قلت بما يضمن مرافق وفضاءات مهمة وجيدة وتساهم في صون الكرامة ديال الأطفال داخل المخيم، وأيضا تأهيل العنصر البشري، خاصة وأن الجمعية أخذت على عاتقها تحدي أنه فيما يخص التأطير لا يمكن أن يؤطر، وهذا في علاقته مع ما وقع واللي تكلمنا عليه في بداية هذا اللقاء، لا يمكن لأي أحد أن يكون مؤطرا للأطفال داخل فضاء المخيم للا مريم إلا وهو يحمل تدريبا ببطاقة الجمعية ضمانا لحسن التعامل، ضمانا للخبرة، ضمانا للمستوى التأطيري بالنسبة للأطفال المعوزين. فاعتقادي أنه هنالك عاملين مهمين وأساسيين الآن، هما العامل الأول المتعلق بالوزارة، كون أنه الوزارة الآن بنات فضاءات جميلة جدا من لضمنها كان طمحه في إطار أنه يكون مخيم الأميرة للا مريم يكون ضمنها مخيمات ديال الجيل الجديد، اللي من طبيعة الحال هذه الفضاءات لم تكن في السابق، يعني بمعنى أن القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني هي قدرة كبيرة. ثم هنالك عامل ثاني وهو أن يوجد الآن على رأس الجامعة الوطنية للتخييم الأستاذ محمد قليوين، وهو جمعوي له باع طويل في المجال، جمعوي تربى وترعرع مع الأطر الأصيلة في جمعية أماج، يعني له من الرؤية ما يستطيع أن يطور هذا المجال على المستوى الاستيعابي أو غيره، بمعنى آخر أنه ما بقاش عندنا تبرير لأي واحد فينا أنه يصيفط ولده مع أين كان. فالفترة ديال التخييم هي فترة معروفة، واللي كيبغي يصيفط وليداته ما عليه إلا أن يلتحق بدور الشباب
وداخل دور الشباب كاين جمعيات كثيرة جدا، وملي كتصيفط ولادك عن طريق دار الشباب ومن خلال إطار قانوني معترف به معروف أطورو معروف مسؤولين ديالو، اعتقد انه هاد العمليه هادي كتجنبنا واحد المجموعه ديال ديال الاشياء اللي بفضلها ما يمكنش نوقعوا فيما ما يمكنش تكرر فيه هاد الظاهره هادي النشاز اللي مرات في اجواء غير صحيه وغير طبيعيه جدا.